مواجهة بارادو كانت مناسبة للمدرب سيد أحمد سليماني ولاعبيه لرد الاعتبار، فجاءت الفرحة العارمة بالفوز الثالث هذا الموسم، والصورة أكدت أن الفريق يمر بمرحلة صعبة في ظل الضغط الكبير. فعل كان ضغط كبير باسكو نظن احنا بعد 8 مقابلات ما حققناش ولا فوز، ولهذا نظن باللي الجمهور دار علينا ضغط كبير. الأولمبي كان الأحسن في البداية بالعمل الهجومي الذي كاد أن يثمر في مناسبتين، والأخطر في بداية اللقاء برأسية مسعدي التي علت العارضة الأفقية بقليل. بعدها تحكم لاعبو الأتليتيك في الكرة خاصة بوسط الميدان، المنطقة التي غالبا ما سيطر عليها رفاق كعكع في استرجاع الكرات والانطلاق في الهجمات المنسقة التي تبقى تفتقد إلى اللمسة الأخيرة. المرحلة الأولى انتهت على النتيجة البيضاء. ومن أجل إعطاء دفع جديد للمباراة ارتأى الطرفان للتغييرات التي جاءت بالثمار، خاصة أولمبي المدية الذي استثمر مدربه سليماني في البديل بو عبد الله الذي وبعد أن سجل من وضعية تسلل في الدقيقة 67 جاء الهدف المحتسب 4 دقائق بعد ذلك. بوشيبا يستقبل الكرة يراوغ ويفتح، ورأسية بو عبد الله في شباك الحارس مساوي. نادي بارادو حاول مع بعض التغييرات إلا أن النقاط الثلاث دعمت رصيد الأولمبي، ورغم ذلك يبقى يعاني لأن الهدف ولطالما أفرح الجماهير المدنية إلا أن البعض منها يبقى ناقما، خاصة وأن آخر فوز للأولمبي كان بمناسبة الجولة 8 ضد شبيبة.